حبيبتي تعال نحط فيها مي مشان نعمل فيها مي البنان ولا الكوسه. بدنا نعمل الكوسه والباذنجان تبارك الرحمن بهيدي الطنجره حبيبتي انت. حبايب قلبي يلي شاف فيديو امبارحه شافنا كيف عملنا هالعجه مصلية على الحبيب المصطفى يا مرت عمي الله يبارك. اذا بدكم دقيقه بس لسه بدها دقيقه قلت الغاز علي. اذا بدكم تشوفوا مثل جالح الدبوري يا سلام تشبيه جدا رائع الله يرحمك يا عمي خليها تحمر مثل جالح الدبوري. شو حلو هالتشبيه جالح الدبوري لو بني لو بني تلاقيها هيك هيك على شقار غامق صحيح. فاليوم باذن الله نحن وعدناكم من امبارحه رح نعمل كوسه وباذنجان محشي حاجة ما تعملي يلا طفي الحنفية اعملي معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله انا بحملها لا انا بحملها. وهي حطينا الطنجرة على الغاز لنشوف طريقة الكوسة والباذنجان طريقة مرت عمي بالتفصيل. هلا ما فيها الا المي وشعلنا الغاز علي هلا بنشيل صينية العجة. بسم الله الرحمن الرحيم. صارت مثل جانح الدبور صارت او صارت مثل جانح الدبور يا سلام شفتيها شاطرة غير شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا يا عمو حبيبتي ناس بتعملها بندوره خضراء مستويه كثير 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 قصدك بندوره فريش ما ايه بتقشرها بتغليها بتقشرها بدها متشغله وناس بتعملها بدبس البندوره ليه اللي بيعملوا بدبس البندوره ما بياكلوا المرأة تبعتها بكبوه بقى ليش لحتى احط انا بندوره خضراء وفريش واجي كبه ديعان بقى بحط من هيدي اذا استهلكت منها شوي استهلكت نفس الوقت ما له مشكله ايه تمام. هلا بنطلع بسم الله الرحمن الرحيم مزارية بسم الله وهيدي البندوره الماركه نظيفه بسم الله. يعني اليوم نحن بدنا نقول عاملين كمان 5 كيلو كوسة و 3 كيلو باذنجان بسم الله الرحمن الرحيم. ملعقة بسم الله الرحمن الرحيم تنتين يا شاطرة بسم الله. على فكرة طريقة مرت عمي كتير سهلة وكتير طيبة. بخلي الملعقة تقر المي لا دائرة الملعقة المي وكبل بيتعفن دبس البندورة دغري. عم حبيبتي انا بقول حاجة 4 جبل مرت عمي هلا بس يغلي منشوف منشوف هنا بده منزيد بلا مشكلة تمام ماشي حبيبتي ماشي. اعطيني ملح ماني معروف ليه هذا الملح مرت عمي بسم الله. انا ما بعرف رش هيك رش مثل بتعملي انت بتعصري عصر ما بعرف شو بدك تعملي هذا هيك قبعي مرت عمي ماشي ماشي امرك حامشي مثل ما بدي بسم الله الرحمن الرحيم ليكي بسم الله. يعني معلقتين جبل ها نرجع بنقول بسم الله يعني الطنجرة تبارك الرحمن خير الله خير الله ايه طنجرة كبيرة مشان هيك ما تستكتروا كمية الملح الله يبارك ويزيد الله يبارك ويزيد لك انت وجودك بحد ذاته بركة بالبيت الله يبارك ويزيد انت جيتي وجبت الخير معك ان شاء الله بتاكليهم بالعافية يا عم حبيبتي انت وولادك وزوجك يا عمري. تنحكي عن الرز هلا بهيدي الكباية عبيت انا 5 كبايات قالت لي مرت عمي عمو حبيبتي قولي لي انا خبرة خليني اقول 50 سنة الله يطول عمرك كل كيلو كوسه الله يسلمك كل كيلو كوسه بحط قدح رز كوب بس هذا الكوب منه كبير يا مرحبا هذا لقيته انا كبير كبير هذا لقيته لانه علاش ست ليله هون بالكوب حياتي هيدي من بنت عمي حبيبه قلبي هي جابت لنا الكبايه لانه كوسياتنا كبار ليلوشة انا بقول بدهم هن 5 كبايات مليانين باذنجانات ما شاء الله ما تنسي انتبهي لو صغار انا بقول لك يا ليلى ما بدك رز هلا هون قد حطيناها يعني خلاصة الحديث مرت عمي كان قصدها كل كيلو كوسة بده كباية رز انا هيك بقول اسم الله لانه الكوسايات والباذنجانات كبار والكباية كبيرة حطينا 5 كباية رز ل 8 كيلو كوسة وباذنجان هلا هدول 5 كبايات 5 كبايات ما شاء الله يزق بنسمي بسم الله يلا هاتي لغسلهم يلا يا شاطرة ها اعملي معروف افتحي هالمي نقلب وتقلب بسم الله هلا شو حنعمل؟ خليني كتبولي بالكومنتات من بعد امره يلا الكوسه والباذنجان محشي بالرز بده سمنه ولا لا؟ انتوا احذروا ليه مرت عمي عم تحكي هيك؟ لانه انا ما بحط سمنه ولا زيت بتحطي ولا زيت هذه اكتبوا بالكومنتات انا بدي اسمع رايهم الكوسه والباذنجان محاشي ما بده سمنه بس انا بدي اعرفه مرت عمي انا احذري شو بعمل؟ انا بحط الرز مع اللحمه بس بجيب اللحمه مدهنه شوي صغيره بقول خلص الدهن اللي بقلب اللحمه بتكفي بس اللحمه اللي جبت لك اياها انا حمرا صافيه يعني ما بتاكل كانك سلقتي سلق يعني اجباري السمنه انا بدي اسمع رد للمشاهدين انا المتابعين انا محلك ايه؟ بعملها بلا سمنه وبخفف كالوري هلا شيء ثاني هذا بس اذا بتحكي بالاصول هيدي اصولك اما اذا انت بدك تعملي اكل صحي تاكلي سلقه هذا شقلي بس خليني كتبولي امانه
بنحشر مع حوشي بلا سمنه او زيت. اكتبوا لنا، انا بقول بلا سمنه. مرت عمي شو معك بفضل معك بالمخ؟ لا لا حيشدوا معك، انا متاكده. لا مرت عمي بتقول بلا سمنه ولا ممكن، مستحيل. اعوذ بالله. انا بقول لها مرت عمي انا بعملها دائما ببيتي بلا سمنه وبتطلع طيبه وبناكلها. عمو حبيبتي لا تعذبي حولك، لا تعذبي حولك، ما بيطيب الكوسه الا السمنه، ما تعذبي حولك. مرت عمي كرمالها بتزيد سمنه. بدك تيجي طبخه وتدعي لي عينك على الواد. لا لو في ناس بحطوها دغري من العلبه على الرز. ايه غلط هالشغل؟ غلط. ضروري تتسخن؟ لك بصير خفيفه. اها لحمه يا شاطره. بجيب لك اللحمه؟ لحمه وبهار وملح. يلا يلا وطي ايدك، وطي وطي ايدك، بسم الله وطي. اسا يا شاطره اسا. خايفه يوقعوا كلهم. ايدك يلا. والله بدها ملعقة طعام مليانة. لكن انا شاطرة من شايفة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لأنه الشباك قدام المجلى فكل ما نحط ملح أو بهار بيطيروا. يلا هيدي ملح، شفتيها نص كيلو لحمة، وين اللي فيها هاي؟ نص كيلو لحمة؟ هيدي وين اللي دليني؟ دليني. أنت بس دلوني. دليني وين؟ ما أنا حمرا على الحد. يلا. ليكو مرت عمي. يلا ملح. هذا الملح. عبي عبي يا شاطرة، عبي عبي. عبي. بسم الله. هلا بيقولوا الملح كثير ما بيعرفوا انه ملحنا ما بيملح. اسا اسم الله. اسا حطي بس بس يلا. ها وهيدي السمنه بسم الله. بعدي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لكم مرت عمي شو مضيفيه يا حبيبه قلبي؟ قال حطيتها بقلب المجلى مشان ما يطرطش. طيب احسن ما نملي لك الدينايك في غراض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم عمو حبيبتي رز جيت على الرز كله هيك الجوط ماشي. ايه هلا يعني مشان ما تفكروا انه السمن كتير ساخني اجت على جوط بلاستيك. لايكي بارد لايكي. لا مرت عمي دلقتهم على الرزات. لكن اكيد لايكي ناشف الرز. بس لو سمعتي مني وكان بلا السمنه تعمليها بلا سمنه؟ ما تدوقيني اياها، انا ما بعرف اكلها. ما حتاكليها لو كانت بلا سمنه. لايكي الحمد لله، الحمد لله صحه جيده ما في شيء بيجعني. لك الله يديم الصحه والعافيه وبدك على الاصول. الحمد لله رب العالمين واكلي طيب. تقبري قلبي اللي بتحب لقمتي وفضل لله. الحمد لله. بس بلا سمنه بلا زيت اوعى تدوقيني الله يسامحك. لك هلا نطلع لبرا على البرندا ونحشيهم. اللهم صل على النبي. انا هلا عم بتفرج عليكم، انا هلا قعده ست. حقك بقى، حلك ترتاحي لك يا مرت عمي. ليش الواحد بخلف وبكبر؟ انا بعرف، انا بعد ما هيرت كل شيء انا بعرف. بعد ما عملت كل شيء. ايه اه ليش بخلف وبكبر؟ منيتي على حولي. مرت عمي الله يسلمك. مرة كتبوا لنا لما عملنا الكوسة والباذنجان يا حج بيرزرز وما بيرزرز، واعطيهم هيك معلومة سريعة عمو مضمونة. كلامك صح وكلامهم صح. عمو حبيبتي هالكوسية ان شاء الله تكون هالقد وان شاء الله تكون هالقد، اكثر من نصها ما بنحكي. نصها شو ما كان نوع الرز. لو كانت لحمة على الحلم. لو كان رز اكثر نص الكوسية اكثر. لا يعني لو لحمتها قليلة، لو لحمتها كثيرة، شو ما كانت، لو لحمة على الحلم. عم قلي لو لحمة على الحلم نص نص. بتطلعوا هيك بركوة امي بركوة امي بركوة. لانه اذا بتاخذ مسافه بتاخذ النص الثاني. مسافه شو؟ مسافه الفاضي يعني بنخلي فراغ قد المليان. اه بينفش الرز بينفش ويطلع نصه لهون. بس ينفش تستوي الكوسه بصير نص لهون. امي طيب انا بلاحظ عليكي انت ما بتحطي على كل العالم بعرف انها بتعمل كوسه او محاشي بيسدوا راسها من هون مثلا ببطاطا او شيء. يا عيوني يا امي انت ما بتعمليها. كلمتك مزبوطه، هيدي فكره. هلا انا وقت بقور كوسه بحافظ قد ما فيني خلي تمها ضيق. قد ما فيني بحاول اني خلي تمها ضيق. بس هذا لانه في لحمه بقلبه، اللحمه بتكمش الرز. ما بقى تطلع لبرا. اما البرغل، البرغل بدك تسده. أيوة. يعني ما في لحمه، في خضره لانه في خضره ما بتدفش لبرا. ما هو انا استغرب ليش العالم بتعمل كوسه بلحمه ورز. ايه وبتسدها. أيوة. بتسدها بتسدها، انت ما بتسديها وما بيطلع الرز لبرا ابدا، لانه اللحمه بتكمش من الرز. ليش بيحطوا لحمه؟ تكمش الرز خلاص بيجمد على الاكل. يعني كل مين بيحط له سدي معناتها منو حاطط لحمه. اكيد بس هلا هلا لنحكي قدام هيدي. نعم تفضلي. هيدي الكوسه والباذنجان اللي بعمل لك اياهم انا، طيبين ولا ما هم طيبين؟ يا ويلي يا ويلهم. بتعملهم بلا سمنه. واللي بتعمله لامك ما هم طيبين؟ امي انت النكهه نكهه ربيتك ربيتك قد ايه؟ فرق هلا 30 سنه ربيتك. والباقي عليك. والباقي عليك. هلا باقي عليك شغل امك شغل مرتك. ليلى ما بتحط سمنه. هلا سؤال سؤال. تفضل. نحن بنجي لعندك
بتكوني عاملة باذنجان او محاشي مثلا بضل شيء على السفرة؟ بضل شيء عندك على الطاولة؟ كله بيلا بس لا لازم تعلمني بكل شيء. هي بتاكل عندي صح؟ هلا هي قصد، هلا هي قصد حتى ما دغري نخلصهم وناكلهم دغري، عرفتي كيف؟ شوي شوي هيك العصر إيه مشان يضل ثاني يوم ما بتخليهم طيبين كثير. هلا قلت لي طيبين كثير تبع امرتك، هلا عم بيقول منهم طيبين كثير، ما له كلمه. ما هي لا هي منهم طيبين كثير، بس انه بتعمل باذنجانات والكوسه كثير طيبين عن جد. ماما عيوني انت، نحن هلا حكيت كلمتين انا هديك ما عملنا قرعه طلعت الحق معلي بالملوخيه. قرعه بالملوخيه وجعوا لي قلبي. هلا انا قلت للمشاهدين والنسوان مثل حكيتي ستات البيوت، الباذنجان والكوسه او المحاشي بنحشى بلا سمنه او زيت، شو بدي انا؟ لا لا عمي عادي، انا شو بدي عادي، انا بقول لا. لكن في حال واحد ما ممكن ما ينحط سمنه، لما بتكون لحم مفرومه فيها مدهنه. ها اذا فيها ساعة تليه أيوة. ديت الخروف ساعتها سمنه ما في داعي، بس لحمتك حمرا على الحال ليكا عم بيأثر. بتشهد لك حمرا على الحال، بنقول اللهم اجعلها مدهنه. ها هي بتصير مدهنه، تعبي سمنه بقلبها وبتقطف. لكن هلا صحيح، لكن بدون مجامله امي. نعم. هلا كله طيب. الله يعني الله بدون سمنه نكهه، مع سمنه نكهه ممكن تكون اطيب. برغل اطيب من الرز، الرز اطيب من البرغل، كله طيب. امي عيوني كل انسان عنده عادته. صح. وكل منطقه لها عادتها. في ناس امي مثلا ما بتاكل الكوسه والباذنجان بدبس البندوره، ما بتقبل الا ما تحط بندوره. هلا انا قلت له نحن لانه ما بناكل مرقه مشان هيك بنقول لايش البندوره. صحيح. بنطبخها بالمي ومستغنى عنها، بناخذ منها ندفي. والله من هي امي كل شيء مع الصحه طيب. والله شو والله اسلقه بمي طيب. أيوة. والله يسلم تمك. ليش انا برغل؟ ليش بيحطوا مي برغل؟ ولا انا بموت فيها اكثر من هيك. هلا قبل هلا اذا بدكم تشوفوا طريقه البرغل اكتبوا بالسيرش ليلى جواد طريقه عمل كوسه برغل، كثير طيبه كثير، عم اسلقها بمي. عم حبيبتي الكروش كثير قالوا لي ليش ما بدكم حاطين حمص بقلب الرز؟ انت ما بتحط؟ انا ما بحط حمص، طريقتك ما فيها حمص. مع انه طيبه هي بالحمص طيبه، بس انا ما بحب احط حمص. مثل ما قال هيدي كل شيء له نكهه، له نكهتين. شفتي كيف؟ ايوه صحيح. ايوه هيدي يا عمري رحيم. ها المي عم تغلي اسم الله. ليكو مرت عمي شو حاطه بالمرق؟ حطيت قرن فليفله حلوه. عن جد بتعطيها طعم طيب، بيعطي نكهه حلوه. جبتي لك ضل حبه رز، شو بنعمل فينا شاطره؟ شو بنعمل فيهم؟ اه بتحطيهم بقلب الطنجره؟ ايه زري لا بيعقد الزوم. صحيح بيخليه يعقد. بسم الله الرحمن الرحيم بيعقد الزوم. ها بسم الله، شفتي يا شاطره؟ بياكلوهم الاولاد بينبسطوا فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله كان الحشي كتير سهل يا مرت عمي. الله اكبر، حبيتهم منيحه يغزل عندي لانه ما بيمرمروا القلب. حبيبات قلبي بنات عمي اليوم عنا منورينا، فما حسينا بالشغل يعني قد ايه عاملين اشياء نحن، عجه ومحاشي. والله يا مرت عمي كانه ولا شيء. والطيفه والله عن جد بتحس الشغل والاكل على الجمعه اسهل واطيب بكثير، بيفتح النفس يا ليل وشي. لك الله يدين هالجمعة الحلوة يا رب. امين يا رب امين. ها عمو حبيبتي، ها بسم الله. هلا بالطاولة لتحطي الكوسة يا مرت عمي ولا دغري؟ دغري يلا مباشرة. دغري سموا بسم الله وحطوهم يلا. ها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بحملوا عنك؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. لك الله يديم عليك الصحة والعافية والأويل إن شاء الله والسامعينك والموجودين. امين رب العالمين. بسم الله. شكل الكوسه والباذنجان يا مرت عمي بتحسيه عن جد، ان كان صيف ان كان شتي ان كان ليل ان كان نهار. اما حبيبتي اكلي عيله على الحطب على الغاز. اكلي عيله هيدي. اي والله اكله بيت يعني بيت، اكله عيله بيت يعني، ما في والله عيله فيها نفسين او ثلاث نفوس نعمل كوسه وباذنجان. بدي غرقها، عبي لها تمها ميه بندوره مشان تغرق تتقن الكوسه لايكي ها والباذنجان لايكي هيدي هي بتعطي النكهه الطيبه هيدي عن جد. يعني بس تعملوا كوسه وباذنجان هيدي من الاسرار يلي تعلمتها من مرت عمي. حطوا حبه فليفله لو ما بدكم تحشوها، لو ما بتحبوا الفليفله المحشيه زتوها هيك بالطنجره بتعطي نكهه وريحه طيبه كثير. الكل حيسالكم انتوا شو عاملين اكل؟ صح شو طبخين اليوم؟ طعمه طيبه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف طلعوا يا مرت عمي؟
الله يبارك. فينا نقول هلا تقريبا قد ايه لهم على النار؟ عم حبيبتي صار لهم نص ساعة. صار لهم نص ساعة. لسه بده ربع ساعة، يعني الكوسة بياكل بين الساعة والساعة إلا 10 دقايق. ساعة إلا 10 دقايق. على نار قوية ليلى. ريحتهم وشكلهم بتشهي. بغيت الليلة؟ بلا يا مرت عمي. يلا جيبي طنجرة. عشان تعمليهم. يلا هولي حذروا شو هول. خيدي الطيفة هلا بتقلي بصل يا شاطرة بالزيت. بتحطيهم ونتفت برغو الخشب. قديه بقشر لك بصل؟ تنتين. هلا بيسألونا شو يعني قطيفة؟ هاي الأربوزة. أو عرف الديك. سمعت أنا بشدوب أهلنا بشدوب أهلنا بروك بيعرفوها كتير كتير. كل خضاع قرش ترمس بيعرفوها، بس برا ما عم يعرفوها. يلي برات لبنان يمكن. ايوه ما عم يعرفوا شيء. حبايب قلبنا يلي بلبنان كلهم عرفوها، القطيفه، الاربوزه، عرف الديك. صح. هيك بيجي تسميتها. بس ما نخب بيزه. لا ما نخب ولا بقلي، هل بقلي يا ليمشه، ليك البقلي يا ليمشه. هي البقلي، هي البقلي للسلطه. في ناس بتسميها فرفحين. ما بعرف، هي البقلي نحن بنقول لها بقلي. بيسموا هيدي فرفحين وهيدي هي القطيفه. صح. لنقل لكم شي ورقه تكون مبينه. ما بعرف اذا مبيني عليكم، المهم هيك بيجي شكله. لكان حبايب قلبي لبين ما نحن نجهز البصل. اي وقعت المعلقه يا مرت عمي. بسيطه عمو حبيبتي، ما هي منعه خشب لقلب. ما انتبهت لها مع الاسف. هاتي هاتي لكان شفتوا طريقه المحشي الكوسه والباذنجان عند ست الكل. لك الله يسلم لي دياتك. دياتك يا شاطره دياتك. وانا متاكده انه الكوسه والباذنجان اللي من تحت دياتك لا يعلى عليه. يعني هلا هني حيكتبوا لنا رايهم بخصوص السمنه. ماشي. بس بالنسبه للطعم انا بعرف انه انت كل اكلك طيب والله يعيشوا لي هالديات. تكرم عينك وعينهم يا ليلى. حبيبه قلبي لكان هيدي هي كانت طريقتها لمرت عمي بالكوسه والباذنجان. حبايب قلبي اذا عجبكم طريقتها اكتبوا لها تحت بالكومنتات واكتبوا لنا انتم طريقتكم، وما تنسونا اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالزر الاحمر يلي باسفل الفيديو تنكبر هالعيله الحلوه اكثر واكثر. وباذن الله يا مرت عمي بكره بنفس الوقت بلكي بنشوف طريقه الاربوزي او عرف الديك او القطيفه. بدي فرجيكم وبدي فرجيهم كمان نحن شو عملنا. صلاطة البقلة والبندورة والخيار. يا سلام يا سلام. مشان ما تقولوا يا ليلى انه نحن ما شفنا الطريقة بفيديو واحد، هذا بفيديو واحد فرجيتكم الكوسة والباذنجان، وأنا وبنت عمي حبيبة قلبي عملنا صينية كيك، يعني ما فينا نمرقها بلا حلو، بدكم ما تأخذونا، والكيك ما بينفتح علي يا مرت عمي. أكيد. وأنا فتحت عليه. لأنه جربانة معدتنا. بدنا نتحلى بعد الغداء. تقبري قلبي يعني شو بيحبوها لهالكلمه؟ عاملين كلمه جربانه. جربانه معدتنا. جربانه يعني عم تحكحكي على انه ايه والله انه جاي على بالنا حلو. فحبايب قلبي اخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير وملتقي فيكم على بكره بنفس الوقت باذن الله. باذن الله. باي باي.